بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. ازيكم حبايبي طلبة الصف الرابع الابتدائي؟ ده لسون نمبر 2 في يونت نمبر 2. انا عارف ان انتوا اشطر ناس في الدنيا وبتذاكروا كويس. الدروس الاخيرة دي مهمة، يعني بتيجي كتير في الامتحان وكلها سهلة، فانت المطلوب منك بس انك تبقى مركز. انت بتذاكر ايه؟ يعني بتذاكر الدرس الاول في يونت 2 مثلا اللي هو changes of energy، تبقى عارف انت change بتاع الانرجي دي للانرجي دي والديفايس اسمه ايه. يعني مثلا الالكتريك انرجي بتتحول لكاينتيك انرجي من الكتريستي لحركه، مثلا بالايه، بالالكتريك فان، الالكتريك موتور، الحاجات دي كلها. فاتمنى ان انتوا تكونوا بتذاكروا حلو، لان ان شاء الله كلنا هنجيب الفول مارك، يعني كلنا ان شاء الله فول مارك. ليسون نمبر 2 اسمه sources of energy. sources of energy بيتكلم عن مصادر الطاقة. احنا في الليسون اللي فات اتكلمنا عن انواع الانرجي، وايه هي البوتنشال انرجي، وايه هي الكاينتيك انرجي. لو انت لسه ما ظبطتش او انت لسه ما ظبطتيش الدرس الاولاني، برضو ممكن تقعدي ايه تمسكيه كده بالراحه وتذاكريه من الملزمه وايه وتفهميه كويس. الانرجي دي بتجيلنا حياتنا عن طريق حاجه اسمها سورس، مصدر. يعني مثلا وانت بتتفرجي على التي في، فانت بتسمعي، فلما بتسمعي هو انت بتسمعي ساوند انرجي، بس الساوند انرجي جت منين؟ يبقى السورس بتاعها التي في. مثلا انت سمعتي صوت حد بيقول لك يا مثلا يا ساره، ف مين اللي قال يا ساره؟ انت عارفه ان ماما اللي قالت كده، فده السورس اوف ايه، اوف انرجي. يبقى في مصدر للايه، للانرجي. هناخد نوع مهم جدا من الانرجي اسمه سولار انرجي، الطاقة الشمسية. احنا عارفين ان السن is the main source of light in our energy in our in the earth عموما، او in our system في الـ earth. فالسن احنا خدنا في first term ان هي emit heat and light، يبقى السن بتطلع لنا heat energy وبتطلع لنا light energy، يبقى هي سورس اوف انرجي هنتكلم عنه دلوقتي. يبقى في حاجه اسمها سولار انرجي. سولار انرجي دي معناها ايه؟ يعني معناها سن انرجي اللي هي جايه من السن، بس احنا بنقول عليها سولار. سولار يعني سن. فالسولار انرجي از ذا كلينست فورم اوف انرجي. وانت مثلا على البحر كده وقاعد مع بابا وبابا وقاعدين بتستمتعوا بالبحر، فبتحس ان الجو جميل والدفء اللي انت حاسس بيه او النور مش تعبك في حاجه، لان الشمس بتدينا انرجي جميله جدا وكلين جدا. غير مثلا ان انت تروح تولع شويه نار علشان تتدفى، بتلاقي فيه دخان وبتلاقي فيه حاجات مثلا غبار كده وحاجات من دي، فقاش وكلام من ده. فما ينفعش ان انت تدفى بالنار بس، لا، لازم ان انت تقعد في الشمس، فالشمس بتبقى نظيفه وجميله. يبقى سولار انرجي از ذا كلينست فورم اوف انرجي. طيب ايه هي البنفيت اوف سولار انرجي؟ احنا بنستخدم السولار انرجي دي في ايه في حياتنا؟ يعني الشمس دي يعني مفيده في ايه في حياتنا؟ نرجع نقول ان السن از ذا مين سورس اوف انرجي اون ايرث، هي المصدر الاساسي للطاقه في حياتنا. يعني ايه المصدر الاساسي للطاقه في حياتنا؟ الكلمه اللي احنا بنقولها كتير دي، لان انا ممكن اخد السولار انرجي دي واحولها لكذا حاجه، او ان هي بتساعد ان حاجات كتير تحصل في حياتنا وتكون مفيده لينا. زي ايه؟ احنا بنقول السولار انرجي دي اللي هي الطاقه اللي جايه لنا من الشمس، زي النور بتاع الشمس. فاكرين لما النبات كان بيعمل الفوتوسينثس بروسيس، كان بيعمل عمليه البناء الضوئي وبيعمل الاكل بتاعه؟ هاو ذا بلانت ميك اتس فود،
ازاي البلانت بيعمل الفود بتاعه؟ بيعمله عن طريق حاجة اسمها فوتوسينثيسيس بروسيس. يبقى it helps the plant, helps the plant make their own food in photosynthesis process. يبقى احنا قاعدين ما بنعملش اي حاجة, هي السن طلعت الصبح فادت للبلانت شوية نور, فهو خد اللايت وخد الكربون دايوكسيد وعمل الفوتوسينثيسيس بروسيس وقام مدينا اكسجين. يبقى السولار انرجي مفيدة ولا لا؟ مفيدة. هي وانت قاعد الصبح او انت رايح على المدرسة او انت مثلا في اليوم بتاعك بتحس بالدفء اغلب اليوم ولا لا؟ ولا بتحس في الصيف وفي الشتاء ان انت سقعان؟ لا طبعا في اوقات بتحس بالدفء لان السن بتدينا هيت, بتدينا وورمز, بتدينا دفء وبتدينا نور. يعني اغلب اليوم بتاعنا الشمس منورة. تخيلوا لو ما فيش شمس خالص هنفضل طول حياتنا في ليل وطول حياتنا منورين النور. فا it provides us light and warmth اللي هو heat. كمان السولار انرجي مفيدة, احنا كلنا بنتكلم عن السولار انرجي, مفيدة in formation of clouds, winds and rain. ازاي الشمس بتخلينا او بتخلي السحاب يتكون, clouds يعني السحاب. احنا عارفين ان البحر كبير قوي, فالبحر لما الشمس بتطلع بتخلي السطح بتاع المية يسخن شوية, مش يسخن قوي يعني يغلي, لا ان هو يعني يبقى فيه شوية دفى في المية, فشوية الدفى دول يخلوا البخار يطلع من البحر, يخلي فيه بخار مية في الجو. البخار ده يفضل يطلع 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 لحد ما يوصل للسماء فيكون الكلاودز. يبقى الشمس ساعدت ان كلاودز تتكون, ولما كلاودز تتكون هيحصل رين, هيحصل مطره والزرع بتاعنا يشرب. يبقى formation of clouds, winds and rain by evaporation and condensation of water vapor. كلام ده مهم. تاني حاجه بقى او رابع حاجه, ودي حاجه مهمه جدا, زمان قوي 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 كان في حيوانات عايشه قبل حتى ما الانسان يكون موجود على الارض, والحيوانات دي كانت كتير قوي قوي زي الحاجات كبيره بقى زي الديناصورات وزي الكلام ده. الحاجات دي ماتت, جت في مره كده كل الحيوانات دي ماتت واتدفنت. فلما ماتت واتدفنت الشمس فضلت تدفي المكان ده, تفضل تديله لايت وهيت لايت وهيت لايت وهيت, فخلت الحيوانات دي تتحلل تبقى ايه, تدوب, وكونت لنا حاجة اسمها اويل اللي هو البترول او بتروليوم اويل, والكول اللي هو الفحم. يبقى formation of petroleum oil او الكول, الكول اللي هو الفحم جاي نتيجة ان شجرة مثلا شجرة كبيرة, فالشجرة دي قامت ايه وقعة, فلما وقعت اتدفنت تحت الرملة, فالشمس فضلت تسخن في المكان ده فتحولت لفحم. يبقى formation of petroleum oil and coal اللي هو الفويل, because remains of animals and plants burned in the earth او in earth under high temperature and pressure. مين اللي اداها high temperature؟ السن او السولار انرجي اللي طالع من السن. نمبر 5, it helps in formation of fuel to operate machine. احنا لسه متكلمين عنها اللي هي تكوين الفويل اللي هو الوقود علشان يخلي الماشين بتاعتنا تتحرك زي العربيات مثلا. بنستخدم السولار انرجي ان احنا نطلع او ان احنا نحول السولار انرجي دي لالكتريستي. عارفين الطواحين بتاعت الهواء الويند ميلز والسولار سيل, فاكرين السولار سيل اللي كان بتحول السولار انرجي للالكتريستي؟ احنا بنستفيد من السولار انرجي ان احنا نحولها للالكتريستي وننور البيوت بتاعتنا. يبقى بنستفيد بالسولار انرجي ان جينيريتنج الكتريستي. ذا سان اللي هي السولار انرجي از يوزد, بتستخدم تو جينيريت الكتريستي باي سولار سيل اند ويند ميلز. ودي بتيجي دايما في الامتحان, ازاي بنطلع الكتريستي من السولار سيل باي ويند ميلز اند سولار سيل. السولار سيل ايه هي؟
they change the solar energy into electricity أو electric energy. The windmills هي they change wind energy طاقة الرياح. في حاجة اسمها wind energy على فكرة. الرياح دي وهي ماشية الهواء الشديد ده ده يعتبر طاقة. بنحوله لي electric energy. تعالوا كده نكمل ونشوف ازاي الويند بيطلع او بيخلي الويند ميل تحول الويند انرجي للالكتريك انرجي. ذا ويند روتيتنج بتخلي الويند ميل اللي عارفين طواحين الهواء دي فيها مراوح كده, فبتخلي الويند ده بيعمل ايه؟ روتيتنج ويند ميلز ويتش ار يوز تو اوبريت جنريتور اللي هو الدينامو, بيخلي الدينامو تحت يلف, فلما يلف جنريت او بروديوس الايه الكتريسيتي. بنستخدم السولار انرجي برضو ان وارمينج. ذا سان اللي هي السولار انرجي از يوزد ان وارمينج هاوس هيتينج ووتر باي سولار هيتر. احنا خدنا ان في حاجه اسمها سولار هيتر بتحول السولار انرجي لي هيت انرجي, فدي برضو من استخدامات السولار انرجي. السولار هيتر ات تشينج السولار انرجي انتو هيت انرجي. The sun is the main source of energy on earth. اقتنعنا ولا لسه ان السن دي ليها استخدامات كتير جدا احنا مش واخدين بالنا منها, ان هي بتخلينا نعمل فوتوسينثيس بروسيس, بتدينا لايت وبتدينا وور وبتعمل الكلاود وبتعمل الاويل اللي هو البتروليوم اويل والكول, وبنستخدمها ان احنا نعمل جنريتنج الكتريستي, وبنستخدمها في الورمنج. كل ده استخدامات الايه السن. تعالوا نشوف sources of energy. هي الانرجي عموما بتجيلنا منين؟ بتجيلنا من مصادر للطاقة دي. يعني السولار انرجي بتيجي منين؟ بتيجي من السن. ففي حاجات طول ما هي موجودة بتطلع انرجي, طول ما هي موجودة في انرجي طالعة منها, وفي حاجات تانية اسمها non renewable sources. يبقى انا عندي renewable resources وعندي non renewable resources. حاجات renewable جاية من renewable اللي هي متجددة, هي دايما طول ما هي موجودة عمالة تطلع انرجي, والانرجي اللي عندها ما بتخلصش. تعالوا نشوف اول حاجه اللي هي renewable resources of energy. They are resources of energy that renew اللي هي بتتجدد themselves اللي هي بتجدد نفسها. زي ايه؟ زي الويند انرجي. طول ما انت قاعد بتحس ان في هواء, فالهواء ده على طول مستمر فبيطلع الويند انرجي. ال rising and ebb tide energy. عارفين المد والجزر؟ المد والجزر يعني ايه المد والجزر؟ عارفين لو انتوا قاعدين على البحر على شط البحر كده بتلاقوا الموجه او البحر عموما كل شويه يطلع لقدام قوي ويرجع لورا, يطلع لقدام ويرجع لورا المايه اللي في البحر, وبالتالي دي حاجه اسمها تايد اند اب او اب اند تايد. تالت حاجه من الرينيوبل ريسورسز اوف انرجي الووتر فولز انرجي. تعالوا ناخد واحد واحد منهم. الويند انرجي هي it's used in rotating windmills to generate electricity. الإب والتايد it's used in rotating turbines. بيحطوا هما توربينات على شط البحر كده علشان يستفيدوا من حركة المية دي. it's used in rotating turbines that operate generator اللي هو الدينامو to generate electricity. بل الإب والتايد بيطلع electricity والويند بيطلع electricity. تعالوا نشوف النون رينيوبل بقى. النون رينيوبل دول ما بيتجددوش, يعني لو استخدمناهم مرة بيخلصوا وممكن في وقت من الأوقات ما يكونش موجود. إنما الويند مثلا الويند الهواء ممكن تيجي في مرة تقول ده خلاص بقى ما بقاش فيه هواء, خلاص كده ما فيش رياح تاني كده خلاص. لا طبعا دي لا, طول الوقت هيبقى فيه. الحاجات اللي هي نون رينيوبل زي الكول زي الايه الفحم, لو احنا معانا
شوية فحم وحرقنا شوية الفحم دول، يا ترى هيفضلوا طول العمر يولعوا ولا بعد شوية هيطفوا لأن هما non renewable؟ يبقى they are resources of energy that don't renew، الحاجات اللي ما بتتجددش. And they make be or they may be exhausted by continuous use، ممكن تنفذ أو تختفي نتيجة الاستخدام الكثير زي الكول والبتروليوم اويل والناتشرال جاز. يعني احنا ممكن نيجي في يوم من الايام ما نلاقيش فحم في الارض لان احنا استخدمنا كله، لان احنا لما بنستخدمه مرة خلاص. The uses of non-renewable resources of energy. ماشينز كتير قوي بتشتغل بالnon-renewable. A lot of machines and means of transport من اللي هي وسائل المواصلات depend on non-renewable resources of energy such as cars. They work by benzene and natural gas. البنزين بتاع العربية والnatural gas دول non-renewable. الايروبلينز بتمشي بالبنزين. الريجيشن ماشينز work by kerosene. الحاجات اللي هي بتاعت الري بتشتغل بالكيروسين. ده نوع من انواع زي البنزين والnatural gas كده. حاجة يعني فول يعني. Natural gas is هو natural gas it's one of cleanest forms of fuel. يبقى الفول ده أنواع، الفول نفسه أنواع. زي مثلا البنزين، زي natural gas، زي الكيروسين، كل دي حاجات من أنواع الايه الفول. Natural gas is one of cleanest form of fuel because it clean and do not pollute air. الحكومة أو الدول عموما بتحاول إن هي تشجع استخدام الغاز الطبيعي اللي هو natural gas. The government gives more attention to the use of natural gas instead of gasoline. اللي هما بيشجعوا استخدام natural gas عن الكازولين because it's clean and not pollute the air. إن هو نظيف وما بيوسخش الإيه أو ما بيلوثش البيئة. بكده إحنا خلصنا lesson number two. هو لسن سهل جدا. اي حد عنده مشكلة يبعت لي على الرقم بتاعي على واتساب خلاص، ومحتاج اي مثلا مساعدة او محتاج اي فيديو مش عارف يوصل له او ملزمة او كده يبعت 011-532-33-911. ده الواتساب بتاعي. مستني منكم رسائل كتير وتطمنوني على المذاكرة بتاعتكم. في الدرس ده درس سهل جدا، بنتكلم فيه عن مصادر الطاقة، اتكلمنا عن السولار انرجي وازاي هي مهمة، اتكلمنا عن انواع المصادر بتاعت الطاقة رينيوبل ونان رينيوبل، خدنا نوعين من الرينيوبل او ثلاثة من الرينيوبل، وخدنا النان رينيوبل وايه فايدة النان رينيوبل اللي هو مش متجددين، وخدنا الناتشرال جاز. اتمنى كل التوفيق لكم وان شاء الله تكونوا من الاوائل دايما. كنت معكم مستر احمد الباشا، ونتقابل في فيديوهات تانية كتيرة بإذن الله. باي باي.